إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. زينب واحدة من مترشحات البكالوريا التي لم يمنحها فقدان بصرها من أن تنافس زميلاتها، ليس في نيل شهادة البكالوريا فقط، بل تسعى للتميز والتفوق على نظيراتها من المبصرات. حسيت روحي أميرة لأنه كان صح معاملة خاصة، حسيت روحي بين عائلتي، حسيت روحي لومبيونس، أعطوني أمل في النجاح حتى وأنه النتائج لم تظهر، لكن حسيت روحي كأني صح ناجحة، أعطوني أمل كبير، أعطوني قالوا لي بني أن الإعاقة ما هيش حاجز ممكن باش يوقفني، بالعكس زادوا لي أمل على أمل. بتشجيع من الأهل وتحفيز من الأساتذة وإرادة فولاذية منها، جعلها تغدو كل صباح إلى مركز الامتحان وكلها إصرار على النجاح. أنا ينتهش طريقة من بداية السنة إنه ما خليش الدروس يتراكموا عليا، في آخر لحظة لقيت روحي مرتاحة، قال لي غير نوع من المراجعة وهي كنوع من المطالعة لتثبيت المعلومات. لتبقى زينب ومثيلتها يضربن المثل دائما أن الإعاقة إعاقة الهمة والروح، وعندما تتوفر الإرادة يتحقق النجاح مهما كبل الجسد بالقيود.